بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. راح نكمل بعض الأمور البسيطة في موضوع البروتينيات. بعض البروتينيات تتكون من اثنين أو أكثر من روابط بأنواع مختلفة، وتعتبر هذه الروابط غير تساهمية، لكنها روابط أيونية وروابط هيدروجينية، وطبعا ينتج عنها بعض التراكيب. وهذه التراكيب، من أمثلة هذه التراكيب الهيموجلوبين. طبعا البروتين حامل الأكسجين في خلايا كريات الدم الحمراء في الإنسان والفقريات بشكل عام. وطبعا يتكون الهيموجلوبين من 4 وحدات بيبيتيدية، كل وحدة منها في شكل التركيب الثالث للبروتين اللي تكلمنا عنه مسبقا. سوف نتطرق في الأبواب القادمة بإذن الله تعالى لنعرف أن تخليق البروتين يتم عن طريق الشفرة الوراثية، الجين، بعدها الإمران، بعدها الآر ران، فهمت علي؟ وبعد وفي أيضا في بعض الأحيان يحدث تغيير لتركيب الكربون لقواعد معينة مطلوبة لتكوين حمض أميني داخل الجينات، وبالتالي يحدث تغيير في تركيب البروتين المطلوب، ويسمى ذلك طفرة، وهذه الطفرة تكون ضارة في بعض الأحيان. فلو حدثت طفرة في أحد الجينات المختصة بتخليق الهيموجلوبين، طبعا يحدث مرض. هذا المرض مشهور جدا وموجود في أغلب الدول، يسمى أنيميا، أنيميا كريات الدم المنجلية. طبعا وهذا المرض كلنا نعرف أنه يكون ناتج عن تغيير حمض أميني في السلسلة إلى حمض أميني آخر غير صحيح في مكانه، وينتشر هذا المرض في بلدان كثيرة من العالم. والتغيير في الظروف الطبيعية وكيمياء طبيعية نفسها يعني يمكن يسبب اضطرابات كبيرة جدا داخل الأحماض هذه. وهذه العملية تسمى تصلب البيض داخل الخلايا، تحصل لها نوع من أنواع التصلب الصغير وتتغير شكلها، وهذا طبعا خطير جدا، ممكن يؤدي إلى الوفاة في وقتل خلايا كبيرة من خلايا الدم. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم الدرس لاحق. راح نتكلم في الدرس اللاحق إن شاء الله عن الأحماض النووية والحامض النووي DNA والحامض النووي، أنواع ثانية داخلها راح نتعمق أكثر داخل هذا الموضوع.